من سلا من ضحايا المدينة العتيقة، سيدة اللي معنا الآن على المباشر واللي غتكلم على موضوع اللي ربما غادي يقلب موازين هذا المشروع اللي هو مشروع ملكي ديال إعادة ترميم المدن أو إعادة ترميم تأهيل المدينة العتيقة. هنا أول حاجة غادي نشوفوا آثار ديال استحضار الجين اللي كاين على الحيط أو الحائط ديال هذا الرياض، هذا اللي هو قديم وبزاف. كتقول هاد السيدة آثار ديال الدم وديال الطبايع وديال الطيخ اللي كاين هنايا ما عندوش علاقة بتاتا بإعادة الترميم أو الإصلاح. والغريب في الأمر أنها لقات عندها جوج حفاري في وسط الدار كبارين وما عرفاش السبب ديال هاد الحفاري هادو، لاش وكيفاش وعلاش عندها في وسط الدار وعندها هنايا. يعني كتقول هي كتشك بأنه كانوا كيديروا طقوس ديال استحضار الجن وكذلك الحفر من أجل استخراج الكنز. وهذا الشيء هذا يعني اللي صدمها وصدمها اكثر، خصوصا من بعد ما خلات دارها مصلوحه وجات ولقاتهم خربوها، يعني ساهموا في اعاده تخريب هذا البنايه اللي هي اثريه واللي كتقول هذا الشيء اللي وقع فيها يعني خطير وخطر بزاف. كيخص المسؤولين يتدخلوا ويكون يعني بحث، يتفتح بحث في هذا الموضوع هذا. نحاولوا نعرفوا يعني رسالتها واشنو كطالب، خصوصا وانهم بنوا لها فوق الضوء قطعوا لها الماء، يعني جميع عوامل التخريب كتواجد في هذا الرياض هذا. مرحبا بك معنا، عاود لنا المشكل ديالك شنو واقع هنايا في هذا الرياض. اجيني لاله هكا تفضلي. شكرا لاله. بطبيعه الحال استجابه للسلطات اللي جاو لعندنا للدار وعاينوا بان الدار خصنا لازم نخويوها صح. قال لك راه سيدنا نصر الله عطى لي زوردر بالترميم تاهيل المدينه القديمه والترميم ديال البيوت الايله للسقوط، مع ان الدار ما كانش ايله للسقوط، كان لازم شويه الاصلاحات. قلنا ما فيها باش، فعلا خرجت من الدار مشيت كريت في جهه واحده اخرى ب 5000 درهم، كانوا كيعطيو واحد التعويض ديال 700 درهم زعما الايجار اللي هو لا يبطن ولا يشمي من جوع. خرجنا جلسنا عامين وحنا جالسين كاريين، بغيت نرجع لداري، خصوصا الجيران فهموني بان هذوك العمال ديال الترميم كيباتوا في الدار. قلنا دبر راسهم كيباتوا في الدار، كانوا مستعملينها كمستودع، كيحطوا فيها كل شيء، السلعه ديالهم اللي كيرموا بها هنا الدار ديال الخراج هنا، لان في الدار ديال الدار كاين الخراجين والديور الاخرين. جيت باش نستلم الدار ديالي كيقولوا لي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. هذه مخصصة لإعادة الترميم ماشي السكن. كانوا ساكنين فيها بشهادة الجيران. فعلا عيطنا للمقدم قال لك حقا اجيو حطوا الشكاية ديالكم، راه كاينة واحد لاليش اجيو كتبوا الشكاية ديالكم. فعلا مشينا عند القايد سجلنا الاسم ديالنا في الشكاية، بقاو كيزنزو فينا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. خدينا السوارد ب 66 كشيفة. من طبيعة الحال ملي خدينا السوارد قبل ما ناخذوا السوارد قالوا لنا حقا راه غتخرج واحد لا كوميسيون. ما شفنا كوميسيون، عطاونا السوارد قال لك حقا خرجت لا كوميسيون. لا خرجت لا كوميسيون، عطاونا البي في ديال هاد لا كوميسيون. واش هاد الدار فعلا صالحه للسكن؟ واش هاد لا كوميسيون عطات لنا هاد الدار صالحه للسكن؟ تبارك الله ما عطاتش، ما عطاوش، ما عندها اوكان بي في. واخا عطيني شنو الاضرار التخريبيه اللي سببوا لك فيها هاد اولا ملي جينا اعاده الترميم لقينا الماء ما دايش شي، جيتي اوبليجي باش نجيب ان بلومبي ودوز لي الماء ابارون. بالنسبه للضو نفس الشيء، ما كايناش الاناره حتى هما بناو عليهم. فين هي بلاصه الضو اللي بناو عليها؟ بناو الحيوط هذوك السلوكه ديال الضو بناو عليهم مبنيين، ما كاين حتى ضو، حتى ضو ما كاين. قال لك حقا حنا غنصلحو، دوزو خيوط، ما دوزوش معاهم الزعابي ديالهم بطبيعة الحال، الخيوط دوزوهم وبناو عليهم. دوزوهم بناو عليهم. جيت لقيت حفره هنايا في هاد وسط الدار، ولقيت الجليج كله مخرب، مع ان كان عندي جليج بلدي هنايا في البيت الاخر، عاود لقيت حفره وحده اخرى. حفره كبيره ها هي. حكيتي انهم اش كيديروا هنايا؟ جاو عندي الجيران باش يباركوا لي انني رجعت لداري، دخلوا تبهضوا. قالوا لنا حنا ملي شفناهم جلسوا ديك العامين عند بالنا بان فعلا صلحوا لك الدار. واش هاد الحفاري؟ قلت لهم الله اعلم. دارت وحده في الجيران قالت لي اتونسيون، لان هاد الديور القدام راه كيكونوا كيقلبوا فيهم على الكرز، خصوصا ملي شافت هاد لا كولور هنايا. الله اعلم واش كولور ديال الدم ولا كولور ديال الصباغه، الله اعلم. انا هادشي كله ما كيهمنيش، انا اللي كيهمني انا غير فين نسكن عباد الله. واخا حتى لو كان الصباغه، واش انت في الدار تستعملوا حتى شي حاجه صبغوك شي بيبان في الحمام؟ ما صبغوا حتى باب ما تصبغ، حتى باب ما تصبغ.
هذا هما الاصلاحات اللي صلحوا، عملوا القاعي عباد الله، ما صلحوش عملوا القاعي. رقعوا لي دابا ملي جيت انا نصلح وجبت اونتربرونور، قال لي 30 مليون، 30 مليون شري بها دار؟ واش انا خليت داري صحيحه؟ كان عندي السقف هذا لا غير اللي كان فيه العرعار، انا كانت فيه الكايزه، الكايزه تسرقات، شبيبان تا هما تسرقوا، الشراجم تا هما تسرقوا، العرعار تسرق، ما كاين باش، انا غير جليت كيفاش غندير فيه، وهاد باش نعاود هاد الدار كلها بشحال خصني من مليون باش نعاودها عباد الله، واش انا حطيت داري باش تصلح او باش نزيد تزيدني بنغجيه؟ هانتي هما تصلحوا، ما تصلح اللي صلحوا، هذا هو الصليح اللي صحوا عباد الله. انت شفتي الضو؟ لان دايجين غير خيوط كيتنكلوا، ما عاملين لهمش جعابي. هاد الترقيع هذا ما كيستاهلش عامين، كيستاهل 11. ها انت تشوف على لا القوس اللي من تما ديال سميتو ديال ديال القوس، حتى هو طار بحال هذا، ما عرفناه فين مشى حتى هو، هو واحد كاين واحد ما كاينش، شرجم من هنا مسروق، شرجم من تما مسروق، طواليت الفوق سرقوا لها الباب، الكوزينه سرقوا لها الباب، الكايزه ديال العرعات سرقات، قلنا ما كاين باش، الضوايا كي شفتي معموله غير بالمسوس، توقفي عليها طيحي، ما فهمتش. واش سيدنا نصر الله عطى لي زوغ الاصلاحات عباد الله، الملايين الجباب ديال الفلوس اللي تبرع بها سيدنا علينا باش تصلح المتات، فين مشات؟ يعطيونا لو بي في شحال خسروا على هاد الدار. وشحال انا غادا نخسر دابا على هاد الدار؟ جبتي المقاول شحال قالك خصك تخسرها؟ المقاول طلب لي 30 مليون، قال لي 15 الفوق و15 لتحت، 30 مليون شري بها دار اخرى. حيت هما خربوها ولا حيت هادو ديال الترميم اللي خربوها ولا شنو؟ ولا علاش؟ قال لي لا بغيتي تصلحي خاصني نصلح الجليس، انت شوف الجليس كيف عامل، نصلح السقوفه، نصلح الحيوط، عاودوا يضربوا بالمرطوب. واش هذا مرطوب عباد الله ولا القاعي؟ واش هذا مرطوب ولا القاعي؟ واخا انا الزليج كنشوفو انه كيبان واحد شويه فيه، واش قلعوا ولا داروا فوقو؟ لا عاملين فوق منه سيمه، ماشي تقلع، عاملين فوق منه سيمه. ها ملي حفروا هنايا كانوا كيصايبوا المرطوب هنايا، ها هما عاملين فوق منه سيمه، والحفره كانت لهيه. يعني حيدوا فوق الزليج داروا لك السيمه؟ اه لان كانوا كيعملوا كيخلطوا داك الخليط ديالهم باش كيبنيو، كانت الحفره كاينه هنايا، ها هي باينه بانها مغطيه، والحفره في البيت الاخر مغطيه. حاولتي انا كتسولي هاد الحفره علاش داروها؟ مع من غدا نهضر، شكون عطاني؟ حتى واحد ما عطاني وقت. انا ملي مشيت كتبت الشكايات، كتبت 4 ديال الشكايات، لان السيد اللي قال لي الكاتب العمومي قال لي راه كاينين 13 سينياتير، منهم العامل، منهم الوالي، منهم رئيس الجماعه، كلهم كتبت لهم شكايات. اللي مشيت عنده كيدحيني القنت، اخر مطاف كان لي هو التعمير. الجماعه شفتوني عند التعمير، مشيت عند التعمير قال لي واجيتي معطله، فين كنتي هادي شحال؟ أو هادشي ماشي ديالنا، راه خاصك تمشي للعمران. واش أنا داري عطيتها للعمران؟ أنا عطيتها للسلطات، أنا عطيتها للقيد، ما عطيتهاش للعمران. أنا ما غاداش نتابع العمران، خصني نتابع الناس اللي مسؤولين على سياسة المدينة، هما اللي نتابعهم، وماشي تنتابع من المفروض أنهم يوقفوا معايا. رسالتك الأخيرة. رسالتي الأخيرة وأن سيدنا نصر الله خصو يتابع هاد الناس، هاد المسؤولين راه ماشي كلهم اونيت عباد الله، راه ملي كتعطاهم لي ريسبونسابيليتي ما كيكملوهاش 100%، لان متعلم تحت متعلم، شي كيعطي شي كيعطي شي كيعطي شي كيعطي شي، لان كون كانت واحد الشويفي فينا هو المقدم كان كيجي يوميا، والقائد كيجي يوميا، ومسؤول عن سياسه المدينه كيجي يوميا، والناس اللي خرجوا لا كوميسيون فينا هو البي في ديالهم غيعرفوا واش الديوت تصلحوا ولا ما تصلحوش. فعلا انا كنقول بان كاين بعض الديوت تصلحوا ماشي ما تصلحوش، وصلتنا اخبار كانوا دوروا مع دوك الناس العمال، ها اللي عطى مليون، ها اللي عطى جوج، ها اللي عطى ثلاثه. انا ما وصلتنيش الخبر بان خصني ندور، والا انا كان ممكن انا نمشي ندور، نمشي ندخل انا في غصبه بدل ما نخرب انا داري هكا. شو باقا باقا منتشره في البلاد من طبيعه الحال. واضح. مشاهدي قناه شوف تيفي، كنا معكم مباشره من سلا من قلب رياض او منزل ديال سيده اللي كتشتكي من التخريب اللي تعرضت ليه الدار ديالها، ماشي الاصلاح. طبعا حنا عارفين هذه مبادره يعني ملكيه ديال اعاده ترميم وتاهيل المدينه العتيقه، لكن للاسف يعني الوضع اللي كاين في هذا الدار هذا ما تيبشرش بالخير، فهي كتطالب من جهه المسؤوله والمعنيه على انها تدخل وتشوف السبب الاول والرئيسي ديال هاد الحفاري اللي كاينين وسط الدار، واللي ربما تكون عندهم علاقة
علاقه بالكنوز، خصوصا انها كاينه طقوس لاستحضار الجين اللي كاينه هنايا، لان كاين دم ولا احمر ولا الوان ولا السيده ما عرفاتش اشنو هذا الشيء هذا. مع العلم انه هذه الالوان الحمراء اللي كاينه في الحيط ما استعملوهاش في الدار، حتى ولو كانوا انهم صبغوا الدار بالحمر نقول ربما، واخا هي ما غاديش توصل حتى السقف يعني حتى الفوق، يعني كاين شكوك حول استغلال هذا الدار هذه باسم اعاده الترميم. هنا طبعا حتى السراجم اللي كانت فيهم التهويه سدوهم ليها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معنا، يعني تم سدوهم نص ديالهم، تم يعني الاغلاق ديالهم بهذا الشكل هذا اللي حرمها حتى من التهويه. هذه الحفره الكبيره اللي حفروها وما عرفاش السبب علاش حفروا لها هذه الحفره في وسط الدار، خصوصا على وانهم يعني ريبوا ليها او ضيعوا ليها جماليه حتى ديال الدار اللي كانت عندها وساهموا في التخريب ديالها. هي كطالب انه تم فتح تحقيق في الموضوع، وطبعا لنا عوده في الموضوع.